بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يراها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب من الله أن يستغفر لها فأبى، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يزورها، فأذن الله له أن يزورها. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ممن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء ليزور أمه. يقول أنس: اسمع أيها الحبيب، النبي ما رآها، وطلب من الله أن يستغفر لها، فلم يأذن الله أن يستغفر لها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى حقها، ذهب إليها. يقول أنس: فوقفت يومها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، ثم بكى حتى بل صلى الله عليه وسلم لحيته، ثم من شدة البكاء بل صدره من الدموع، ثم اشتد بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، حتى بل النبي صلى الله عليه وسلم الترى الذي كان واقفا عليه. يقول أنس: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حياته مثل هذا اليوم، والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حياته مثل هذا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى أمه،